القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت النهاردة البيان العاشر عن نتائج العملية الشاملة سيناء 2018، أعلنت فيه عن استشهاد 3 من القوات المسلحة، من بينهم واحد ضابط واحد صف ضابط، واثنين من المجندين رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. أيضا البيان تضمن الإعلان عن تدمير 166 هدف من خلال القصف المدفعي، واستهداف 5 بؤر إرهابية وتدميرها بشكل كامل، منها سيارة مفخخة حاولت استهداف القوات. البيان أيضا أشار إلى اكتشاف وتدمير 4 كهوف ومخابئ لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلها على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر. قد أسفرت العمليات عن تحقيق النتائج الآتية: استهداف القوات الجوية لـ5 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة، تنفيذ القصف المدفعي لـ166 هدفاً بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء، القضاء على 4 عناصر تكفيرية مسلحة شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 101 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك. ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية
و100 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. القبض على 417 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً، ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، تم استشهاد ضابط صف ومجندين وإصابة ضابطين ومجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. كما واصلت التشكيلات التعبوية تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة لعدد 601 كمين ودورية أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية. كما عززت قوات حرس الحدود مدعومة بتشكيلات من القوات الجوية تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر في دعم الأنشطة القتالية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية. واستكمالاً لتحقيق الأهداف المخططة للعملية، فقد انتشرت المجموعات القتالية في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها بقرى ومدن شمال ووسط سيناء. كما تم الإفراج على عدد من المشتبه بهم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا، مع تسليمهم كافة متعلقاتهم الشخصية. وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.